سيدي معالي الوزير ناصر بوريتا، Senior Advisor to President Trump, Jared Kushner. كبير مستشاري الرئيس ترامب جاريد كوشنر، أبي أخوانا المغاربة، سلام عليكم. سلام عليكم والله يكثر خيركم. إيمانو شنين سنين هاد الشعر البركة، الحمد لله نسكروا على هاد النهار. ما نقدر نخبي وما عندي ما نستر، كل شيء باين على وجهي، كلامي كيخرجوا من فمي وقلبي فرحان. الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا. معالي الوزير، أنا فخور بوجودي هنا اليوم كرئيس الوفد الإسرائيلي الرسمي لإقامة العلاقات مع المغرب. وصلنا إلى هنا على متن رحلة تجارية إسرائيلية مباشرة، رحلة تاريخية بكل معنى الكلمة. وصلنا من شل تحويل رؤية إلى واقع. باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أود أن أعبر عن تقديره العميق لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس على قيادته الشجاعة ورؤيته بعيدة المدى. العلاقات الدافية بين القصر الملكي والشعب المغربي عامة ويهود المغرب خاصة معروفة في كل أنحاء العالم. إنها ستشكل جسرا بين البلدين وركنا لبناء السلام بين الشعبين. بعد إذنكم أرجع العربية المغربية. المثل اليهودي يقول: شأل أفيخا ويجدخا زكنيخا ويمر لخ سكسبوك ويكلك جدوك ويعودلك. هذا اليوم كبير عندي شخصي، ماشي غير من سبب السياسي. بويا ربي مخلوف خليفة الله يرحمه، وأمي الله يطول عمر عزيزة، وأخواني دي كبار مني خلاكوا هنا، شكنوا كبروا ترباوا وكراوا هنا قبل ما يطلعوا لإسرائيل. أنا هنا ونشأوا أنا والآلاف من اليهود في إسرائيل، نشأنا وترعرعنا على التقاليد على الأداب وعشنا بفرح وصحة. حكوا الكثير عن المغرب وكانوا يقولون دائما إن المغرب كان يأبه بهم كثيرا وسخي معهم. كنا نجتمع يوما تلو آخر صباح مساء وكنا نستمع جماعة إلى الأخبار في الراديو، وكنا نصغي إلى الأخبار باللهجة المغربية واللغة العربية، ولذلك تلك العادات والتقاليد ما تزال تعيش في قلوبنا لدى أولادنا. لا شيء نسي بالنسبة لنا، العيش بأمان ليس له ثمن. السيد الوزير، لا حدود للتعاون في الابتكار والعلم والصحة والزراعة ومجالات كثيرة أخرى. معا كأصدقاء وكشركاء حقيقيين سنغير المنطقة لصالح شعبينا ولشعوب دول الجوار. باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه كبير المستشارين جاريد كوشنر والمستشار الخاص أفي بيركوفيتش على قيادتهم وعلى زعامتهم. شكرا جزيلا لكم يا بوديفينا على حفوة الاستقبال. نتطلع إلى استضافتكم قريبا في إسرائيل. بفتح دبراي بإفريت، أنا مبكش لهدوت لروش הממשלה على הזכות שנפלה בחלקנו להימנות על המשלחת הישראלית. משלחת שבידה הופקדה משימה לפרוט את ההישג המדיני לצעדים מעשיים. אינני יכול להסיר את